هنبدأ من لقاء الزمالك والجونة. اه وشايف اللقاء ده، في ناس تقول لك اللقاء صعب سهل، في ناس تقول لك لا انت ما تطمنش برضو ان الجونة يعني في منطقة خطر في الجدول، فتدي بقى ان انت داخل الماتش ده فانت كسبان. لا، انت محتاج الماتش صعب او ماتش سهل. لا، هو الماتش الزمالك والجونه دايما من ساعه من وقت صعودهم وجودهم في الدوري الممتاز وهي ماتشات صعبه، نظرا لان الملعب الجونه نفسه من الملاعب الصعبه اللي الزمالك بيلعب عليها. كان زمان كان في عوامل منها الهواء وعوامل الطقس، كنا الاول بنلعب بالنهار بعد كده بدات يدخلوا الاضواء يعني عشان نلعب بالليل عشان الطقس كان بيبقى صعب، فهي الماتشات دايما بتبقى صعبه. يعني وخصوصا ان الزمالك محقق سلسله انتصارات فعايز يحافظ عليها بالظبط. عشان يكمل الهدف بتاعه هو التتويج الدوري المصري. فان شاء الله يعني ربنا يكرم النهارده ونكسب، بس هو الماتش هيبقى صعب. يعني الماتش الماتش هيبقى هيبقى صعب، صعب، لا فما نستسلمش لا لنعمة ان الماتش هيبقى الجونة صعب متأخر خصوصا في هما قتايبه. بيهبطوا فهم تمسكوا بالنقطة، بالظبط. فالماتش هيبقى صعب من هنا كمان. معانا ارقام بتاريخ الزمالك والجونة. تمام، انا بس في الاول عايز اتكلم عن طاقم التحكيم اللي هو اللي هيدير ماتش النهارده، امين اللي هو ايمن، بقياده الحكم امين عمر امين عمر ومعاه مساعدين محمود ابو رجال وعمر فتحي وعمر فتحي وحكم وعاطف رابع عاطف حسين، وطبعا على الفار طارق مجدي ورجب محمد. انا عايز اتكلم في حاجتين. اول حاجه امين عمر حكم كام ماتش للزمالك، هو النهارده هيبقى الحكم للمره الرابعه للزمالك، ودي هتبقى من اكتر مرات تحكيما لمباراه الزمالك. وحكم لنا قبل كده 3 ماتشات، كان قدام طلائع الجيش وكسبنا 2-0 في الجوله الثانيه، وكان قدام بيراميدز في الجوله ال11 كسبنا 3-2، وكانت قدام المقاولين العرب في الجوله 24 وكسبنا 1-0 اللي هي حسب علينا فيها ضربه جزاء بتاعت احمد علي. طارق مجدي برضو النهارده هيحكم للمره الخامسه وهيبقى من اكتر الحكام اللي حكموا لنا الموسم كفار، ده كفار كفار. متواجد كفار في مباراه الزمالك، تواجد في كفار في مباراه الزمالك والاسماعيلي في الجوله الرابعه اللي انتهت 2-0، وتواجد قدام المقاولين في الجوله السابعه اللي كسبناها 2-1، وتواجد برضو مع امين عمر في ماتش بيراميدز بتاع 3-2، هو كان فار وامين عمر كان حكم ساحه وخلصت 3-2، وتواجد في نهايه الدور الاول ايسترن كومباني في الجوله 17 وخلصت 2-1. طبعا انا عايز استعرض قبل ما اخش في اللقاء بتاع الزمالك والجون، عايز استعرض على الحكام اللي حكمونا طول الموسم طول الموسم في الدوري المصري الدوري ده. اللي هو احنا لعبنا لحد دلوقتي 28 ماتش. كام حكم حكم لنا وسواء مصريين، طبعا في 2 اجانب اللي هم كانوا ماتش الاهلي وكان ماتش بيراميدز. هنتكلم على الحكام. اكتر حكم هو ابراهيم نور الدين 4 ماتشات، وبعديه 4 ماتشات حسب علينا ضربتين جزاء. حسب علينا، ايوه حسب تمام. علينا ضربتين جزاء كانوا قدام معانا على كان الشاشه عشان الناس تبقى متابعينا وعارفه احنا بنتكلم في ايه بالظبط. ابراهيم نور الدين حكم لنا 4 ماتشات حسب علينا ضربتين جزاء قدام الجونه والاسماعيلي، وراء امين عمر اللي هو الحكم النهارده حكم لنا 3 ماتشات، وحسب لينا بيلين قدام الجيش، وحسب علينا بيلين اللي انا كنت بقول لك عليه قدام المقاولين العرب. وشهدت بقى دي المشكله الكبيره بقى اللي هنواجهها النهارده، ان هو بطاقات 8 بطاقات صفراء زائد طرد في ماتشات امين عمر. هو اكتر حكم في ماتشات الزمالك بيشهد بطاقات صفراء، خدنا معاه 8 بطاقات صفراء زائد طرد. بعد كده هيجي محمد الحنفي حكم لنا برضه 3 ماتشات اشهر فيهم 4 بطاقات كانوا، وحسب علينا حسب لينا ضربتين جزاء قدام فيوتشر. وبعدين محمود البنا 3 ماتشات برضو، وحسب لينا بيلن قدام الاسماعيلي وحسب علينا بيلن. محمود عاشور 3 ماتشات حسب لينا بيلن قدام البنك الاهلي. محمد الصباحي 2 ماتشات حسب لينا بيلن قدام المقصه ما حسبش علينا حاجه. محمد عادل 2 ماتشات حسب علينا بلينتين، هو الوحيد اللي حسب عليه ضربتين جزاء قدام في ماتش الاهلي وحسب لينا بيلن. احمد الغندور حكم لنا 2 ماتشات حسب علينا ضربة جزاء. محمد معروف 2 ماتشات برضو ما فيش ضربات جزاء خالص. بس احمد الغندور 7 بطاقات برضو كان كتير. احمد الغندور برضو هتطرق له في حتة جاية قدام، هو ادانا برضو في 2 ماتشات 7 بطاقات وحسب علينا ضربة جزاء تمام ما حسب لناش حاجة. انا برضو بهكمل بقية الحكام كلهم ماتش واحد، سواء محمود ناجي عبد العزيز سيد والحكام الاجانب 2 ماتشات زي ما احنا قلنا حسبوا لنا ضربة جزاء. انا ليه بستعرض الحكام؟ احنا هنا عندنا كذا حكم حكم كل الحكام تقريبا
حسبوا لنا ضربات جزاء، يعني ما فيش تركيز على حكم واحد او يعني، فاهم قصدي؟ يعني كل الحكام حسب سير الماتش بيحسب ضربات جزاء، ما فيش حكم بشكل معين حاسب ثلاث اربع ضربات جزاء وكحكم واحد. طيب هنيجي بعد كده لحكام الفار. حكام الفار تمام، محمود بسيوني خمس ماتشات النهارده، طارق مجدي هيعادله هيبقى خمس ماتشات، هيبقى خمس مباريات هو كمان. وائل فرحان ثلاث ماتشات، محمد سلامه ماتشين، بعد كده بقى محمد عادل ومحمد معروف ومحمود دسوقي لحد حسام، لحد علاء صبري. دول كلهم ماتش واحد وحكام اجانب ماتشين. ليه انا بقول كده؟ عشان انا عايز استعرض الحكام اللي حكموا الماتشات الاهلي الموسم ده طول الدوري برضو. هم الاهلي لعب 27 مش 28، ليه ماتش مؤجل قدام الاسماعيلي. اول حكم هو محمد عادل، هو اكتر حكم ادار مباراه للنادي الاهلي، اربع مباريات حسب اربع ضربات جزاء للنادي الاهلي، هو اكتر حكم حسب ضربات جزاء للنادي الاهلي. حسب اربع ضربات جزاء، واتحسب هو البيلن الوحيد اللي الاهلي اتحسب ضده ماتش الزمالك، وده كان طبعا الفار برضو، يعني هو ده البيلن الوحيد اللي اتحسب ضد الاهلي الموسم ده في 27 لقاء خاضه. محمد عادل حاسب لوحده للاهلي اربع ضربات جزاء. هتيجي بعد كده هتلاقي محمود البنا واحمد الغندور ومحمد الحنفي اللي هم يعرضوها معروضه اهي قدامنا، وعبد العزيز سيد، كل واحد حسب بيلن، وابراهيم نور الدين ضربتين جزاء، ونضر امر الدوله ضربه جزاء الشهيره بتاعت ماتش سيراميك كليوباترا. وبعد كده هتلاقي محمود عاشور ما حسبش، محمد معروف ما حسبش، محمود ناجي، محمد صباحي. فعندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 حكم مصري ما حسبش ولا ضربه جزاء على الاهلي، ولا ضربه جزاء على الاهلي، ولا ضربه جزاء على الاهلي، في حين ان الزمالك اتحسب عليه سبع ضربات جزاء من سبع حكام، من سبع حكام اتحسب علينا سبع ضربات جزاء، وخدنا ثمانيه بالحكام المصريين وواحد كمان بحكم اجنبي بتاع ماتش بيراميدز، يبقوا الاهلي اتحسب له 4-1، اتحسب له 11 ضربه جزاء. 11 ضربه جزاء في يعني في عدد حكام اقل من اللي اتحسب ضده. كمان احنا دي نقطه انا كنت محتاج اوضحها، لان الزمالك لو جيت بصيت للحكام هتلاقي استهدافه طبيعي، كل حكم بيحسب ضربه جزاء اللي هو الطبيعي، يعني لو في حاله، رغم ان الزمالك من ماتش مصر المقاصه في ابريل ما اتحسبلوش ضربات جزاء اخر، يعني ما اتحسبلوش مع حكام مصريين خالص، يعني الماتش اللي فات ده كان حكم اجنبي. يعني انت بتتكلمي من ماتش مصر المقاصه في ابريل واحنا دلوقتي في اغسطس، اربع شهور تقريبا ما فيش ولا ركله جزاء اتحسبت للزمالك، بل انه بيتحسب عليه الزمالك الوحيد اللي اتحسب عليه الموسم ده ضربتين جزاء في ماتشين، سواء اسوان في الكاس القديم او ماتش الاهلي، ما فيش فرقه يعني بشكل متتالي اتحسب عليها ضربتين جزاء غير الزمالك. دي كنت عايز اتكلم عليها في اول حاجه في نقطه التحكيم.